شنو هاي اللعبة؟ اهلين وسهلين. قطع الصور اللي كان عند الياسي يا صديقي صديقي. كيف الحال؟ حيا الله وحياك. هذا شقيقي الاكبر محمد بن عثمان. حياك الله يعطيك العافية ان شاء الله. استلم عشاء. حياك الله. ربي يخليك يا رب. كيف حالك؟ نمعون على الصيام. الله يسلمك ان شاء الله. يسلمك يا رب. الحمد لله. العيون عين صايم. صايم ورقات فيها بعد بين بينك. احبابك من سرت لين جيت. سامحني سياره جاي خاري سرت اتلقى فيها. اي ما شاء الله. كيف حالك يا ابو عثمان؟ والله بخير الحمد لله. كيف حالك؟ هذا اللي تشوفون ابوي هذا كله لبس ابو عثمان. وحين ابو عثمان تحررت جاي لجل سواد عيوني. خبرت انها ما بارح يوم يومين ثلاث ايام. ها هذا ما شهر. تستاهل يا ابو عثمان. ومهان علي لقط لك هناك من شعابيط هناك. خليت سارت ام سارت بنت خالد ساره فديتها البارحه. وتنقت لك كل شيء عاد تحين قايس. انا شوف تعال اكل كسرات. شوفن محمد هي هكل. هذا اخير وافخم نوع يا محمد. هي والله اخير وافخم نوع من المركز الطبي اللي ما ادري قال شو اسمه هذا مال كساره. هذه لا كساره. هذا ريول. هذا ريول تركيبه. يلا سر تعال خذ لفه على الدوار هاي اللي في النص. عادي بدات مصور بعد. هي حق نطالع القياس. ها اشوف الحين هذه الكسرات. المشكله كيف تلبس عليه الكسرات؟ وين الكسرات على هذا؟ بيخرب المنظر. هذا شني شاف. هي شيل هذا. هي الجفير. الجفير هي مرحبا. مين انت؟ السلام عليكم. هاو ار يو؟ هلا ابو عثمان. جود هاو ار يو؟ وير دو يو كم فروم؟ فروم تايلاند. ما شاء الله. مين ناو فروم امارات. هي ما شاء الله. هاو ار يو؟ وي ار جود الحمد لله. يور بليس فيري نايس. ها شوف يعني كلهن بيلابسنك. كلهن زينات. اطقم احب نجرب على الطقم واحد وبس. بس طقم واحد لازم نتلقى واحد لون. صبر. ها بنقطع الكسارات مره ملبس. يلا اصبر. المقاس ميديم. المقاس ميديم. ومحمد عثمان حين يقول نحن بنجرب. جربنا حينه. يلا مش مش. محمد هذا ترى يحفظنا الريل. انت تدلاق. هي ما بدلاق. وين ها زينات بس لا شو حلاج ها ميديم. الدم بيسوي شيء. وانت وين فيك دم محمد؟ دم تحت ما شيء اصلا. حتى مصفرات. ها الدم. لا زينات بس لا بعك بعك. خذ لفتين محمد. شيء دور ما دار هذا. هو يا اخوتي باعوا بيت سليمان. هو يا اخوتي باعوا بيت سليمان. هو يا اخوتي باعوا بيت سليمان. ها والله محمد لزيد ترى مع الاستعمال بيوسع. يا رجال ما دام كذا لا فكرك تنيشو. ها الدم الدم احتبس. هذا عقب برمل الركاب. هاي برمل انت على هواك. لا 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 نحن نطلب من الجمهور انه يبدا ابداء الراي. هل انه عند هذا حينه ميديا هن لازم شي قابضات. هاي قابضات كذي تفضل. لا لا نذب بنسوي تصويت للجمهور. اللي يقول منكم اقول لك عقب ساعه هاي بتهن نتفخ. زين خلاص انا ما عندي مشكله. احب اطرش الدري ويصيروا يبدلونها. لارج لارج. برجاء من الجمهور الكريم افادتنا هل انه مقاس لارج ولا ميديم حق محمد عثمان؟ هذا الحالي ميديم. يلا يلا عقه. شو تفضل. ها يلا يا فلبين. يا فلبين ايرين كم هي يا ربي. بس ايه الحمد لله ما حد. لا ما افتحي نبغى مساعده.
يلا هلب هلب يلا يلا بس الحمد لله رسول الله السلام عليكم صباح الخير بيصير سباق ماراثون هذا هي 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 ارفع فوق شوي عاد الله مفاجأة لا لا محمد نشوف القياس يلا الأستاذ محمد انت جاي منين؟ قال الإمارات ما الله والنعم حسين مصر لا انزين كلمة المصري كلمة بال مال شو اسمه كمستكة كمستكة هي هي ها شو تشوف محمد شو تشوف زين بس يركض انت تو ايوه ايوه بس عودي عودي ها بس عودي ها هي رياض وقف 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 تاكسي تاكسي الشرطه ما شاء الله محمد عثمان يوالم كل لبس حق الجري ما شاء الله عليك شغلني يود يود شطة يود الحق القطار بليس ان شاء الله يا ربي لا 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 ما شاء الله سر البيت هالنمو حق ام عثمان حين انت تخل عليها قولها انت سرت وإيه ترى يا مرحبا ابو عثمان الحمد لله بخير وسلامة الله يحييكم مشكور محمد على اللباس الطيب هذا وليته هذا حين مشكور انا ضحكت باجمل الحلا لا تقول لي باكر هات الشنطة صغيرون ولا شيء لا 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 هاي لازم شنطة عودة بتاع السامانة خلاص شنطتي ويني متى 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 انا ابن عند عناية احلف والله مثل المرة على طول زين اقول لك شو اسمي بيني بينك تقول لي جيب شنطة صغيرة لا لا ما راح الفوطة لا تجيب فود ولا تجيب اي صابون ولا معجون انت في فندق الانتر كنت انت كل شيء تباه بيعطونك لا تاكل اليوم انا صار يعني عن المعجون من الصبح يدور وين معجون ما حصلت شيء لا هذا يبي اقول لهم وفندق الثاني انت يعني من الفجر وين معجون مالك يعني مس مكان احتياط صابوني روشي فوط عادي هذا ما في وزن لفوط ما فوط وغيره لازم لازم طال عمرك اخذ ما تشل على الفندق انا هي ما تشعيب لا لازم نعم ذي ما فيه وزن صحيح ها ما فيه وزن لا لا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو الله يحيي الله يحيي الله احنا عليك يا ابو عثمان ماشي عاد باقي عندي ان شاء الله 3 ايام واربع ايام ليش ماشي اليوم الاحد اليوم الاحد الاثنين والثلاثه والاربعاء الاثنين والثلاثه الاربعاء ان شاء الله الاربعاء يومين باقي نعم ان شاء الله انتم بخير يا رب بخير ان شاء الله تصومون ان شاء الله على خير يا رب فرحانين ومسرورين اخوان المسلمين يا رب ما يتفطر اسمه ما يتفطر اخو امس يا خبرك العام تدي فطر عندنا هو هيك مره وديها زلي والله ثلاث وديات اي لكن وعاشين السنه جايين ابوي ناضي ومن لبنان لا وعند ناس جايين ابوي من اخر الدنيا وبعدين ماشي وقت وعدي عند ناس جايين ضيوف من كمزار وعند ناس ابوي من لبنان وعند ناس من مغو عثمان الحين نحن ترشينا هذا زين اي يصير ويانا والله يا محمد ما طاح انت عند حبوته لا وعند ما بحبوته حليلك انت عروسته اي عروس تبعت كان زين ما في النار بارد الباحين الحين جايين من من وين وين كنا في المطار وين كنت انا وين امسك كنا دافين هنا في ريسكم منطقه خليفه واحد مزرعه صح مزرعه اقول اتش ليه تشده يا عبد الرحمن بنسير 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 قال والله يا ابو محمد انا مبون مغبي عليك لكن الحين بخبرك زين شو تتهجم؟ شو؟ والله توقعت بيقول أمي ولا مدتي ما إلا الله حبي يديد؟ لا أنا بسير أنا معزوم على بانكوك صديقتي عازمتني وينه؟ بانكوك بانكوك تودي تودي؟ بعد صديقتك؟ قال هي والله عندي صديقة صديقة خطيبتي ممكن والله ما قال قسم بالله صدق شوفي 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 إيه 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 شوفي إيه. انت ايش تقول اشو اشو وجهك مثل صديقتك
والله العظيم يا ابو عثمان مغير صايد يا صديقي ليتك عاد تدري البلاد ليه قال لا لا ما بقول البلاد ما قلت بيقوموني اي والله ما قلت والله ان حدد انا لا سوالف وياه مجرد سوالف والله لا بسوالف ولا شيات صدق انت لا صدق والله انا حلف الكلام حبيبي انا ما اسوي ما اسوي وياهم ما اسوي وياهم سؤال بس قلت لي ما بصير بروحي لا لا ما لا شو السبب ويوم عد يوم تزريت عليه ايه اعترف طلع طلع اعترف ايه والله مجرد سوالف ما صدق سوالف يقول سوالف انا اكذب شوف انت هاك السنة انتحرت قول لي عقد حكم فوق دار ما ادري وين فوق حجرة هذا الله يسلم سنة مسرين لا الله هذا أخبركم الحين بالنسبة للمتابعين الجداد هذا الحين الرجال عمره كم سنة 32 من عرفت 32 إيه ويا كذا والمهم صديق خشم عين ويانا ولد وأخو وعبارة تشوفون ويانا في البيت يعني وهو من منطقة من ولاية شناس من صل يارتنا الحبيبة سلطنة عمان ونحن نحبه ويحبنا ويزورنا عبارة أهل هذا يت أنا توني متعارف وياه من سنتين وعقب والله يتني فيديوهات ويتني أمور ويتني أخبار أفيا عبد الرحمن شو هالعلم قال لي ذاك أنت ما تدري قلت والله ما أدري قال أنت ما تدري بني أنا كذا انتحرت كلهم خبروني كذا انتحر عق عمره من فوق البيت وفوق ركب فوق التانكي وهي وعق عمره من فوق التانكي اسم الشيطان ترى هي كم غرزه ابو عثمان صبر صبر هذا كم غرزه في راس امك ما تكذب طالع مالي هاي بينات هذوك ها كم غرزه انت لا تكذب انت تكذب بلا 27 غرزه 27 غرزه سووا كم انت من المستشفى من الاول ما ادري عاد كم يوم ما وايد كم اسبوع 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 وش لك ما ادري زين فقد وعي شهر والمساجد السنة اي والله ظهروه سووا له في الفريج هناك زفيه شفتوا لي زافين معرس هالنمود يوم المستشفى يوم ظهرس ما قالوا بيحيى والسب شو يحب وحده واللي يحبها نشته عرست عرست ما سوى خاطر انا بترخص هيلس خبروه يوم شاف الزي والليتات والليوه والمديمه قدام بيتهم نشب ويركب فوق السطح ما بالله ما بالله ركب فوق الحجره فوق التانكي وعلى عمره ويلا يلا اركب فوق الحجره فوق الحجره ايوه يلا فوق تحت لا لا سويت هات كذا انا بترخص في الشفاء خلت تولي هي والله والبنات ما شاء الله زياده ما شاء الله عندكم هناك عمان هبلة في عمان كل حد يتمنى فنان وجميل وسيم وطول وخفيف خفيف واخلاقه كديت كديت امس عايد تقول لي هذا يقول لي امس ما في كذب ويقول ما في حد شو قلنا انت ما في امس يوم انا والولد ايه هذا يعني وليد طويل مترين طوله وهذا اللي ما تكلم ايه قلت لابوي بلا قال ابوي انا مؤدب قلت عير ابوي نحن انا واحد طول ركبك لكنه برباره ما مؤدب بعد اي والله ايه لا اله الا يا مرحبا يا مرحبا هاو ماني هاف ايرين شو اسمك الو كمل بليز مدام هي ست Here, we need one song, please. Small song. Okay. Hey. I think. Hey, small, small, not big what? Song. Hey, small song. Okay. Can I song this to a song, Lali? Hey. Nagi de to mo de nyala mo ki agae a mo etu mo de mo de ni agace kage to gake nene goga deruka gayare kia goda makaga rona gya ma ondo mo de to de mo de nyawa mo de waki nene wagae akura dime gayare kia goda makaga rona gya ma ondo mo de Nekia mo de guinaroi paroro Gibane vega Thank you But you are no song? No Ramadan? Ramadan? Eh, Mavi song? No, Mavi song Mavi Islam? Mavi Islam? I said Muslim, you are Muslim? No, not Muslim, Christian Christian? Yeah I said Ghadi
انا بسالك والله انت متى ترقد؟ لا يرقد صدق والله؟ اي والله ما شاء الله في الليل وياي على التليفون في النهار برا فقير اهم شيء الفجر انا وياي الفجر الفجر؟ إيه؟ لا لا لازم ترتاح شوي ما طبيعي نرقد اليوم ليش عاد شو السبب؟ من الفرحة من الفرحة؟ اي شفت البارحة انت؟ ايه الحمد لله ما منا هي هي ايه الحمد لله ولا واحد عند البيزات ما يرقد؟ لا 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 عندنا شيء يخص البيزات بلا في لا تفكر شيء تفرح وشيء تجيبك الساعة لا لا شلون ما شاء الله هي. من نقمض مرة عقل مع مرة ليش؟ ما حاتي شيء ما شيء بيزات لا لا أفكر أنا كل الأيام عندي 100,000 هي بعطي على الاخبار التلفزيون بعطي على ستيكر على شاشة التلفزيون ما الاسم هي هاك الايام ابو سار افتكت منها طارق طارق يا هي صار في بان اسيا هاي الشركة هي اعطونا بيزات عقب ما قصروا الحمد لله ردوا علينا بيزاتنا هي نفس اليوم جيت استعملته ولمساته من المزرعة ماتشي اي ماتشي اي ماتشي حتى بطنك خاص محمد ترى رمضان لا صايمين صايمين وغير وباكه هذا مالك انت هي هي جاي ما شاء الله نعم هذا اللي عند مساك استعمله اي والله انصحه في الدنيا العود ترى ما حد يدرك عند مساك لا حلول لا غير حلول ولا شيء ولا غير هذا ماكه هذا ما شاء تبارك الله اذا الله خير صنعه ايوه واللي يابنه واللي بيعه واللي اعلن عنه واعلن عنه جزاك الله خير نعم أنا ما قصرت نعم تاخذ في الليل اقوى 4-5 ساعات تيسرت الامور لا لا الحمد لله يا عندك جاي انه شيء ولا بخبرك كم كرتون عاطنك انت ما تعيش خلصن يا لا يعطي الدبش حتى الدبش هو ليه تعتكم تحمر من الدبشه سوالها ماتش طرها منها على طول لا 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 زين ما شاء الله زين انا اقول خلاص ثيابك شلها وياك ابو عثمان اي ان شاء الله شيل قشش شو بعد شيء هذا هو بل اكثر عن شيء شو تبانا تقول لك لا كراتين عندك البضايع انت اي طوز وليتنا شيلها وياك هذا لك فاضيات انت ما فين شيء يلا هذا في الكياس هذا ايه ما فيه هذا المحابر هذه شو حلوه هذا ما اعرف ايش في شيء قوم طق قوم ما تنطق قوم ما بش قوم ما تعتبر واحد قوم فين جاء وش فين فيه اللي الله كاتب ان هذا شيء هايب هيبه هيب القوطي هذا صابيق بالبيت بالرف كامل هي كامل صينيه هي صينيته هذا من صوبك يا ابو عثمان الله هذا ينحط في وعلة العيد يا سلام لا تبطل هنا مفاجأة في البيت كله بسكوت من عواد هي جزاهم الله خير مسوي هالسوالف هذه بس انا اعطيك اياه مبهم محمد هذا بنج عندك صديق تهدي هذا حق مكتب محمد ولا حق صاحب صديق حد بيجيك ولا سيارته بتفاوله ولا في المزرعه احنا قاعدين كل عالم سياره اقولك اورع عليهم والشباب اليوم ياكلون زين محمد حق المكاتب حق المكتب حق بيت الله تسير بحد جاي في الميلس نحن شايلين هذا من كل شيء اثنين كبار ايه موديه لوالدنا اكبر عن هذه كبار تعال تبغى سويته هذا شو اسمه اليوم ساقو خاطري في ساقو ساقو يسوي بعده لا الساعة 4:30 يسوي كل يوم الساقو بطرش إيه أمت الله خلنا عطلك كل يوم الساقو محمد إيه كل يوم ها كل يوم اليوم يومه الأصلي ولا ما رمضان غير الله أكبر لا بربان فنان ما في هذا بيدام ولوز ويوز وناريل وهذا الحنثويل لا ساقوا على بطن وظهر واحد يقول لي تيقول يقول حب ناضيخة اللي حب لازم في حب جاسي يقول إيه هذا اللي شيخ عليه يصيب إنه يخلي حب جاسي لأنك هذا الحصنت يوم بتطبخ بيلي والضوء موجود لكن ما تروح في ضروس حد ما في ضروس ما بيابس لابس إلا الشيفة شيف إلا بس إيه غير نمون محمد اليوم إن شاء الله إن شاء الله طرش دريول بتلقط أبوي في الفطور كله زاهب حقه بنحط لك من الفريد ومن الساده ومن من الفقاع ومن البكوره وسمبوسه ثلاث نمونات خلاص عيش ولحم يعني كل شيء ناس يعني اليوم لا هذا ما بمال جسمه ما بمال ناس لا هذا من فطورنا بياكل الحين هذا لا من كل شيء طويسه نحماج السامنه طوس صغار انت عندك ما سوينا ايش الايام نسوي لله ايش هي كل يوم سمك لا لحم
لحم حطي شويه من اللحم كل شيء بيحطوا لك كامل الفطور كامل الساقه والهريس كل شيء بيطر شويه هو هو انا محمد كل يوم ياكل فطور اي والله انا لكن احنا نجسم الدريم لي يصيرون اخر الدنيا كان بيتك انت ما مختطري اي لا بيتي عي ماشي جسر بيني وبينكم لا الفلاح يصير الدريولية الفلاح هي الفلاح ومدينة خليفة لا بعيد ما على طريقك أبدا أنت ليه أنا يوم أجي من دبي ما أروح أوصل هذا اللي بعيد القلب ولا بعيد القلب إيه ولا أنا كل هذا بعيد القلب أنت تقول بعيد هذا أبوي جهنم هل امتلأتي قالت المزيد والله يا أبوك لو بنشل في بطن اللي أنشل يعني حين ماشي حتى فطور اليوم ماشي أدبك أدب حد دول دياي يا رب سمعتوا مرة انقلب يوم الليلة كيف مسوي دي حمزة مسوي دي نهاية كذا اليوم هذا هو سي هذا سي حلال حشاء استغفر الله العظيم تيب أنت أبيض حي نحن سمر هذا نحن دمتنا حتى ولو نحن كلنا سمر لا لا كلنا بعد هذا أبيض عن غرب راسه تلفونك خربان والله هاي هنا يا محمد نحن ما بنحط ثلاثة أنت بالعمال أسوي هاتي ليش شرد الآن منا عشان يشردون المهم المهم نحن طال عمرك ألو نحن اليوم فطورنا طردوا طرشيلي عشان طرشيلي بعد طرشيلي طع الحجي مكرونة ما لي مكرونة ما تنجبار هاي قلت ظهر بدي وين عقله ظهر بدي وين عقله واحد من الغطرة الأول ايه في البحر رحلة بحيي سارين اللكل والدنيا والهلا ماخذين ويانا ثانك يو مسيو محمد عثمان ما قصروا من طرس لك يا هاتاي ماخذ من برا مكان بعيد يا بينها وين بس يسوي متبطح ما طاع ما طاع شو هاي كوشه ما في بينها في رمضان يبي فيها حلاوه هي ممزورة حلاوة طال عمرها اللي مطرشت انها في مكة حين محمد في مكة هي والله يلا مع السلامة يا ابو حسين صد عاد جداي صد شي جداي صد ها صد تعال عدالي تعال عداك تظهر في الكادر هي دعواتهم ان شاء الله حقنا دعواتهم عبد الرحمن صد ياي حق تظهر مرة واحدة مع السلامة محمد عثمان مع السلامة لنا لقاء في الحلقة القادمة دبي الحبيبة فطوري طارت عماركم اليوم عند عيسى بن عبد الجليل أنا ومنهل هو عناية شو اسمك الكامل؟ صوت عالي صوت عالي في صوم بابا زين صوم ما حد صايم إلا أنت عناية شاه دولة خان صاحب صديق أكبر شاه مرة ثالثة عناية شاه دولة خان صاحب صديق أكبر شاه آخر مرة عناية شاه دولة خان صاحب صديق أكبر شاه بارك الله فيك إيه وإن شاء الله الوجهة طارت أعماركم دبي فطورنا في دبي الحبيبة عند عيسى بن عبد الجليل محمد الفهيم محمد إن شاء الله بنصلي المغارب بنعقل الأخير بنتقهوى بنسوي شوي وخلاف عندي اجتماع عمل في إمارة الشارجة بعد اجتماع العمل لا أروم أفصح لا أفصح لا عند منو ولا ويمنو هاي من الأشياء المحظورة
بس ما شيء سالفه غيرها، شيء اخباري ذي ما شيء. استانس ابو محمد عثمان وزهبنا سامان وصلاح بعد خذوا له كم لبسه وزهبنا سامان وخذنا هذا ويل شير جديد لونه عنابي وكل شيء فنان. طاش ابوي يبدلون المقاس مال الكسارات مال تركب محمد عثمان والدنيا مطرجة. خاطري اخاف على عبد الله لكن ماشي وقت ماشي وقت. منزل ابو محمد عيسى الفهيم عاده دوما يجمع كل الناس الطيبه، فاليوم طلعت عملكم من ضمن الحضور الاخ العزيز ولد خالي الغالي البركه ياسر بن محمد بن سعيد. لا تدقي دير تي التليفون زين. فهذا ياسر الله يسلمكم بالوجه الجميل يسلم عليكم سلامه. اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. لا تدق ذي كتفي يرتي التليفون زين. انت بخير ياسر؟ جدا. الناس كلها سعيده على فكره. الله يسعدك. كم نازل وزن؟ 15 يا كذاب 30 اظني او 40. لا 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 والله قادي مرود. لا لا والله ما هي 30 والله. اي والله انت تعلم ان حالف لا ينطحني لك بيش لبي. والله لبيع لك بيش كسر اصابيع لك بيش. اي والله ما تقصر خشمك. الله يطول عمرك. مع السلامه يا ابو خالد حبيبي. مشكور. اي لاف يو ياسر. اي لاف يو. شكرا ابو محمد. شكرا لك للقاء. شكرا. عيسى بن عبد الجليل ياسر بن خديه ماخذ بنت عبد الجليل اختك انت يا عيسى فاطمه. هذا حين هذاكي خال عيال هذا هي يوم نقول كلها اهليه. وهذا ياسر الله يحفظك يا ابو محمد بداية الرحمن. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. روح 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 ابو محمد عين الله ترعاك. تكفخ سيارتي عناية. شو اسمك؟ فول نيم؟ شكرا. انا قطعها ايدي اذا ام عبد الله ما تعامل في غسيل الاموال ولا شيء من هالقبيل يعني ولا شيء تجارة غير مسموحة. ما اتوقع. انا اقول لكم 100% عندها حد ما عندها حد. انا الاول اتحراها اللي هي طلع ريلها ابويا خس عنها. يحبون التكويد ويحبون الدنيا مريودة. حد عندهم ها هم حين نفرين أربع مفلعة ما شيء أبادم لك اللي يسوونه حق 400 نفر بحياتي. أنا ما شفت حد هالنمونة لا هي ولا ريلها. ها هذا ريلها حينه وهي نهاك طاعب يا رها. شوف حد عندهم ما حد عندهم. شوف هين دوكم ها أقول لكم حد عندهم ما حد عندهم. شوف الطحان ها شوف شكرا يا عزيز. هي بيس شو نسوي يابا اتذكر ليش الحين عم تعرفنا مرمس. انا رمست هذا مرمس هذا لا. تعال ياي وين سايره يا ربي يا كلمة الطباخ مالهم عشان يعطيني محمد الخصاونة. شو بعد هالاسم هذا اللي اعطانا ام عبد الله. السلام عليك. عليك السلام ربي. ما انا بين سيحي خلينا نصور نروي العرب المديل. اي مديل هذه هي اصبر عاد عدلنا شيء لا ادري عاد يا اشوف راويني يا هو من دخل احب اتصور. يلا 1 2 والله انك خلاص والله والله حين بس يلا حالاتي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بدر بدر تبارك الرحمن. بدر تبارك الرحمن. ام عبد الله كل حد يرمسني يقول لي ما ليه يوم ما لحقت على ام عبد الله امها عوش بنت سباع يقولون لي كل حد يقول لي ما كأنك شفت حد. يقولون زينها وطيبها وكرمها وضحتها وسوالفها ما تي نقطع عدالها. مسوني اقول لكم اليوم السودان من ابو ظبي قالوا ام عبد الله امها سمعوش بنت سباع اخف طينه واخف دم واخلاق ورايه ضحك وسوالف ماتي عدالها ام عبد الله حتى نقطه جميله. ترجيني صوره امي عندك صوره امي اخر صوره شيء حلوه بيها
شيء طرشي ابو محمد يبي يحطها يقول هيك طلع ما يحتاج احطها بس بشوفها بشوفها ابقى حط طرش السوالف يلا طرشي زين فكل حد يصيحونها صياح بامها عوش بنت سباع تيمل ابو عبد الله وخلاك عيونك ما صور قال ابا في اتفاق معاهده بيني وبينك انك ما يحب التصوير ما صور صوره هني حق مين يطالع انزين ام عبد الله كل حدا يقول تصيحه اليوم عادي يعني تقرير كامل ما يطوف يوم ما تدعم ما يطوف يوم ما تركب رصيف ما يطوف يوم ما يزخون هالشرطه ما يطوف يوم لا هذاني صغير بلندن مثلها شباب الحين هاي هي هذه بس انا بدون برقع اكيد الحين اودي لندن هسه وهذه منو هاي انا الحلوه بسم الله الرحمن الرحيم هاي انت في هذا في شو اسمه الهايد بارك الهايد بارك ثاني شو اسمه ريجنت بارك ريجنت بارك في اللي هاي بوت شوف انت الحيره كانت من هاي الممثلات الكويت الاوليات اول ما طاحن والله ام عبد الله تعرف ايش يقولوا لي؟ هي قالوا ترى يا ابو عبد الله يحط عليه الكاميرا عليك هاي امايه اشوف رحمه الله الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها يصيحونها اليوم رواعي ابو ظبي كلهن يطرنها جميله جميله اشتغل في هذا هي سبحان الله جميله والله العظيم ينك انت ما اخذتي حتى نقطه من محيط من زينها والله جميله همك احلى عنك بوايد هي شوف الخشم الملامح موجوده فيها شيء بسيط امها بعيد العين غوليه وهاي العيون صارت في خمره الراس يا ابويا عيونك كانت عوده بس هي كفطت رحمه الله عليها رحمه الله عليها سبحان الله ملامح فيه لا لو في ملامح ما تشابه اللم اللم جميله لم جميله بسم الله عليها بسم الله اسمع عليها من طاريها بسم الله على طاريها منك والله يا ام عبد الله ما اخذتي منها ما تطير بهالذباب علينا والله حتى اطبع يقولك بخفة الطينة ليه في الكون كله فمها خبرني عالمي كلني صيح لك ما ادري كيف ما اعرفه كيف انا ما اعرفه تراني هي والله ما اتذكر لكن من محى في الدنيا ما يعرفه ويصيحونها بالكرم خفة الدم كل يوم تدعم كل يوم تكسر إشارة وكل يوم تعبد على رصيف وتعاشي وطلعونها في الكاميرا قابضة قاتوا برد في مخالفات يظهرونها في الكاميرا ومقابض السكار ايه تصير تواقع وياهم في الشرطة حلف هاك الدين اليمين يعني أنا ما بنا هالي نشوا ظهروا لها في الكاميرا الرادار لها هي ومتفيزر وسوء شو يكون ردة فعلها تضحك انت عقربك ملك ايش قاعد عرفتوا كاميرات هذا نحط على اعماركم سايرين بحفظ الله ورعايته انا وابو عبد الله وام عبد الله ومنهل سايرين طالت اعماركم زياره وين سايرين ام عبد الله نحن بنشوف براويك البيت ان شاء الله نحن سايرين ابو عبد الله ماخذ بيت ابو عبد الله ماخذ بيت حق ام عبد الله بيت تويريد ماخذينه يعني راعي بنا وودره ولا ماسكنوه ها ماسكنوه جديد لند 6 شهور وما طاع يستلم راعي المهم باعه نشبع عبد الله وخذ حق ام عبد الله بدال البيوت اللي هي ياسف فيها بالاجار كان نحن لما تبتم الا بالاجار وظهر ابوي له في البنك راس مال ما ادري كم من بيزه ونشن كل لاجل خاطر هذه ها ويني لاجل خاطرك هاي مال بيت 6 ملايين صندقها ب 600 ربي وايد عليك المهم تستاهل مع عبد الله المهم تستاهلين يا ام عبد الله تستاهلين من هذا واكثر ان الله يعطيك ان شاء الله على قد نيتك ونزيل وحين شو بنسوي نحن ليه سايرين نشوف والله ابو عبد الله مسوي اشياء ونطالع شو مسوي ونبغي ناخذ بعد رايك انت ان شاء الله يا ام عبد الله نشوف من عندك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ام عبد الله وين تسمعي هذا مقترح جاي من عند الجماعه يقولوا خبر ام عبد الله ناس منتجين بينتجون فيلم يبونك انت تكونين البطله ايه
أنا البطلة. أنت البطلة، لكن البطلة أيام الأول وما عندهم رشاب ولا عندهم خيول. عندهم حمير بيركبونش على حمارة وشرط إني أنا قودبك. ولازم حمير. قولي عادة الحمد لله. لا لا الفيلم لازم نصير ربوي ونحط شغلة طويلة عريضة. شو هذا أي فيلم ما تترك؟ مال هذا يبون شيء مال أول. ريش وصنادج وتشينكا وبليود. والله تركب الرشيق أمو بنسات كودنا والحمار مسكين انكسر ظهره. لا لا أنا بنت ما شاء الله عليكم عبد الله الحمد لله الحين خفيتي عن الأول. وين هذا كله؟ كبتات فنانة تباركتوا في هالبيت يا عبد الله. تباركتوا في هالبيت. تباركتوا. قصر ما شاء الله قصر. شفت هذا يعني؟ ها وهذا لبجي اللي شيء اللي تحين؟ ما في ليتات لا؟ ها هاي حجرة مع عبد الله الرئيسي الماستر روم. الكبتات والدنيا شوف ها. جلعت الدنيا. براي خلي بيسوي يصير كله. الله يلبس محلاته وقسم كله. خلاص انت الحين احبه. كله جلعه براي تستاهلين بيسويش كله جديد. كله جديد تستاهلين يا عبد الله شوفوا. ما شاء الله كم غرفتنا هم بالله عليك فيه؟ ثمان. بعد. ما شاء الله يا ربي ها كل ابوي روحك في غرفتين ما شاء الله هذا داخل اي في غرفتين حق ميرا وهنا وهاي صاله بينهم وهذا هذا غرفه هني اي وهذا مطبخ تحضيري تحضيري اشوف البلكونه يا سلام يا سلام يا عبد الله شوف الدرايش هاي شوف هاي هاي لكن ما الاول هاي الايداد هالحديثات هي 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 ها المطبخ هذا مطبخ هذا ما بغاوي هم الطلاليب هي لا لا ما يتشاهد صدقه ما يتشاهد عنبو هذا مال لا مره ما يتشاهد بس مسوي مطبخ جديد لا هاك الاول تتبطلتي يلا 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 ابوي ورانا ورا هذا بيت تم عبد الله اليدي مبروك يا عبد الله مبروك تسكنينه فرحانه وسعيده تستاهلون يا ابو عبد الله صبرت ونلت يا عبد الله تعال يا عبد الله تنزلين باللفت بتنزل دوك ندوك اقول لك شفت عندوك ابو عبد الله انت من تشوف الحرمه نزلت باللفت تغسليك بحر خلني ابي ابسك وحي اصبع عندها سكن خلها هي في بيت اللجاء خلها في بيت اللجاء طيب هي والله خلها في البيت الأجار هذا خل هذا يجلس العروس فيه ها شوف الحرمة من تنزل باللفت تليك منها بحر شوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله شوف ما شاء الله فنان والله يا عبد الله ها كل يبالي شيء زين يا عبد الله والله يا عبد الله والله خذ خسائر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيسخر القلوب ناسم على ناسم الأمور كلها بتيسر على إن شاء الله يا ربي يا عبد الله شيء أثثها البيت وشيء فرشه وشيء عدله إيه والله وايد يبا إيش دراني هاي بس المصممة قالت لنا تبغى من يا ربي عبد الله مو بحاسب أقول لا تكسر أساس شوية توفى كله ما عليه كله لأجل خاطرك غرب الله تجي يوم الطبوب جلبت الرجال جلبتي الرجال ام لطبوب الله اكبر الا رجال حتى يعني محمد هذه اللي هي 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 سوي اللي تبغى ابو عبد الله ما عليك منها كسر وعدل وسوي اللي تبغى ولا عليك منها ها كسر شوف هالبيت طويل العريض ها شيء من 40 سنه واحنا بنتخصص هاي من 40 سنه يا سيف الاجا الحين تو ابوي هراس مال الريل تعالي شوف الله عليكم البيت جلعه هذه هاي الحجره هاي حجره البياعه هذه ام الدراش الهنتين ها من الحين اخبركم هاي غرفه البياعه والبيت هادوها جلعه من كبره ابو عبد الله كم اخذتوا البيت؟ المهم خبرناكم على المبلغ لكن بالجلعه ثمان ماستر روم وصالات وميالس ومطابخ شوف طابت حق العائلة كبيرة هي ما شاء الله بيتهم ما شاء الله يجمع البنات يجمع بعد عندها بنت اسمها أسماء من ذوي الاحتياجات مسكينة عمرها من هل شو اسمك عبد الله أسماء كم عمرها أسماء 44 44 هي مواليد 80
سبحان الله. الله يعجبك إن شاء الله في عبارتك لها. المهم لا تنسوا اللي قلت لكم ساباتها وتعرفونها وكل شيء تعرفونه. بس صدق الدرايه شكلها قديمه. هي هاي الجدام الحين هاي اللي داد يركبهم بعبد الله، هذا ذوق عبد الله، وهي تقول لا خلنا على التكتيب الاول. بس اني اوفر. لا حين خلاص عاد حين. من حم. هلا الله. شوف ما شاء الله البيت. جميل جميل. بنظفها مره بحط عليك الكريم. زين انت بتحطين كابوي الغالي تبايعينك البيت ما باعوك الشارع. ما بايعوك الشارع انت والله ينبغى من الحين. اي ها كله كلهم ويرانهم بشيركم جيرانهم كلهم عرب طيبين كلهم ناس طيبين. الله يكون في عونكم ابوي. الله يكون في عونكم يا هل بهل في الفريج هذا. الله يكون في عونكم. الله يكون في عونكم. ياتكم عبد الله. ياتكم ابوي. ياتكم 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 بقعه الزي ام الخير ام لسانين والله اللي بتاكلكم اكل ثم تحولون عنها انتو. كلينا فرحانه يا ام عبد الله انت وعيالك وعيال واحفادك وابو عبد الله وانتم بخير. والله شو بسوي في الشارع هذا؟ شو بسوي؟ السكر صرت فحرته لين المسيد. هي قلت بجيب مره ينظفونها كلها. بتيم قريده. وبجيب مره ثلاث اربع هذا كنكري. هي وبعد له مره الشارع لين المسيد. هي حق الفريج. صدق. حينها ما أقولك ما عندها سمونة عندها سمونة حين أنت حصلانة أنا فراش بيتك تكملينه. المهم جميلة طالت أعماركم جمال حايب وخالد المري سالم. مرحبا. مرحبا محمد سالم غانم المري معكم. الله ونعم كيف أنت. تلاقينا في معرض الكتاب. معرض الكتاب في السركال أفنيو. إيه كيف انصدمت أنا منك هاك اليوم؟ شو السبب؟ لأني كلمتك ياباني وفهمت عليا. كيف بعد؟ هي بعد؟ هي بعد ما شاء الله كل اللغات. هذا أبوي واحد يترياك من الصبح. أنا متسحر وياي. ولا سوي رجيم؟ لا ما أروم على الرجيم. الحين كلنا العرب كلها يعرفون الوجه المألوف اللي هو أبو خالد جمال الحاي، لكن الحين التركيز على أحمد الحاي. كيف يعني؟ كيف يعني مالك؟ صورك ما بمنتشر بين العالم، شو السبب؟ لا لو موجودين، لكن أبو خالد ما شاء الله عليه ما خاب الأجواء. وعليك زوجة. الله يبارك فيك يا أبو خالد. وزين سويتم لي سنة مبارك ما شاء الله، ووصيتكم ما شاء الله متغطية جميل ليبارك. سويتوا مكان الشباب يتجمعون فيه والعرب الطيب فيكم. جزاكم الله خير. هي نعم جزاكم الله خير قبل لكم انتم سويتوا لهم مسدل انهم يعني تلمون العرب وتي يعني. هذه طوال عمرك عادة الشواب لجت الحمد لله حاولنا نحافظ عليها ونجمع الربع والعيال هذا الزين هذا الزين الحمد لله جزاهم الله خير اللي ويوصل يعني ويسمى الحمد لله تستاهلون الوصلة وتستاهلون اليوم بعد نورتنا انت لا خلينا ممكن الله يبارك فيك.